بعد كل هذه السنوات اللي مرت على انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 73، ما زالت جميع مراكز الدراسات الاستراتيجية والكليات والمعاهد العسكرية بتؤكد أن ما قدمته هذه الحرب في العلم العسكري الحديث هو بالفعل الركيزة الأساسية لعمليات التطوير في مجالات التسليح والتنظيم والتكتيكات وأساليب القتال كمان. طبعا يعني الحقيقة يمكن ده أدى لتأثير إيجابي على طلاب الكليات العسكرية السنين اللي فاتت من خلال نقل الخبرات العسكرية اللي تم استخدامها في الحرب عشان يتم تدريسها من الأبطال اللي شاركوا في هذا النصر العظيم للطلاب في الكليات العسكرية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن كيفية نقل هذه الخبرات العسكرية من أبطال القوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر لأجيال الكليات العسكرية، أيضا أهم المعارك اللي قامت بها قوات الصعقة في حرب أكتوبر. من ضيفنا منورنا النهارده لواء اركان حرب دكتور احمد يوسف، قائد قوات الصعقه وحرس الحدود الاسبق والمستشار الحالي بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا وكل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين والشعب المصري والجيش المصري كله طيب. اسمحوا لي ان انا اتقدم باسمى ايات التقدير والاحترام لشهداء حرب اكتوبر ولكل من شارك في التخطيط والتنفيذ لهذا الانتصار العظيم. كل تأكيد. في البداية فندم، يعني حقيقة ملحمة مصرية عظيمة انتصرنا في حرب أكتوبر المجيدة 73، بس حابة أعرف من حضرتك وننقل يمكن الأجيال الجديدة والسادة المشاهدين، إزاي الحرب والانتصار في حرب أكتوبر إزاي انعكس على طلاب الكلية العسكرية وقتها؟ يعني هو طبعا أنا يعني ما شرفتش بأن أنا أشارك في حرب أكتوبر، أنا كنت في السنة الثانية في الكلية الحربية، فيمكن بدأت طالب ثم بعد كده ضابط صغير ثم حتى توليت المناصب القيادية المختلفة. فأنا يعني أقدر أقول بوضوح كامل إن إرجاع الحق إلى أصحابه هو كان المشير طنطاوي. المشير طنطاوي كان واخد باله قوي قوي من هذه الجزئية، وخصوصا ان كان في رؤى ومقولات في الجانب الاسرائيلي من خبراء وقادة ان بانتهاء جيل اكتوبر وخروجه من الختمة العسكرية سوف يعود الجيش المصري الى حالة خمول وحالة ضعف مرة اخرى. فدي كانت احد الاساسيات والقواعد الاساسية اللي عمل عليها المشير طنطاوي وعمل عليه مع كل قارة القوات المسلحة في كل الأفرع، منها الجزء الخاص بنقل الخبرات. كان نقل الخبرات ده تم بطرق وأشكال كثيرة جدا. لو اتكلمنا على طلبة الكليات العسكرية، طبعا هم بياخدوا جزء نظري وجزء تطبيقي. الجزء النظري مين اللي كان بيدرس في طلبة الكليات العسكرية؟ هم الأبطال والقادة والضباط اللي شاركوا واكتسبوا خبرات من حرب أكتوبر. فبالتالي كانت طريقة شرحهم لنظريات القتال وتكتيكات القتال كلها مرتبطة بما تم تطبيقه ونجاحه في حرب 73. فكانت المصداقية موجودة، وكان الشغف مننا كطلبة وإحنا بنسمع منهم كان موجود، وكانت القناعات موجودة لدينا وإحنا طلبة، سواء وإحنا طلبة في الكلية الحربية ثم بعد ذلك بعد التخرج اتدربنا وتعلمنا على أيدين أبطال من اللي نفذوا عمليات حقيقية واكتسبوا خبرات حقيقية على أرض الواقع في حرب 73. و أيضا القادة اللي كانوا بيدرسوا في المعاهد العسكرية وفي الكليات والأكاديميات الخاصة بالدراسات العليا، سواء كان كلية القادة والأركان أو الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا اللي كانت قبل كده أكاديمية ناصر، كل دول اللي كانوا موجودين على الساحة وحتى الآن هم قادة بيدرسوا ومستشارين في هذه الكليات والمعاهد العسكرية وبيدرسوا خبرات حرب أكتوبر. أنا كنت آخر منصب ليا كان مدير أكاديمية نصر، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومجموعة كبيرة من القادة
ومن الأساتذة العظماء المؤهلين بدراسة دكتوراه وماجستير وزمالة وخلافه، ما زالوا موجودين حتى الآن وبيعطوا كل خبراتهم وبينقل كل خبراتهم للدارسين. عظيم. سيادة اللواء، زي ما حضرتك ذكرت أنه وقت الحرب حضرتك كنت طالب لسه في سنة تانية في الكلية الحربية، إيه اللي كان بيدور بينكم وأنتوا طلبة؟ يعني لما كنتوا بتسمعوا البيانات بتاعة الحرب إحساسكم كان بيبقى عامل إزاي؟ كنتوا بتتكلموا في إيه؟ الحقيقة يعني إحساس مليء بالفخر والعزة لما بتسمع بيانات تحقيق انتصارات عملية العبور اللي إحنا كنا حاطين قلبنا على إيدينا على قلبنا تتم ولا ما تتمش، لأنها من العمليات العسكرية الصعبة جدا جدا، إنك تقتحم مانع مائي وعليه يعني خط أسطوري من النقط القوية والمحصنة، عملية كانت عملية أقرب أن تكون شبه مستحيلة. فإن إحنا القوات عبرت، الأبطال بتوعنا عبروا، مشاعر مليئة بالفخر. أقدر أقول إن المرحلة دي مثلت بالنسبة لي أنا اللبنة الأساسية في الولاء والانتماء الوطني. تشكل جوانا كلنا، مش أنا بس، كلنا، أنا وزمايلي الطلبة في الكلية وفي باقي الكليات والمعاهد العسكرية، حالة من حالات الوعي والانتماء الوطني للدولة وللقوات المسلحة، وفخر وإعزاز. وما يؤكد كلام حضرتك كمان هو دخولكم الكلية الحربية في هذا التوقيت وانتم عارفين ان احنا مقبلين على حرب لا محال. بلا شك، يعني انا دخلت الكلية الحربية سنة 72، تخرجت في بداية سنة يناير 76. فبلا شك طبعا كل اللي دخلوا في التوقيت ده وما قبلنا كانوا داخلين بدافع وطني موجود جوا كل شاب مخلص ثانوية عامة ونفسه يشارك في تحرير الأرض المصرية المحتلة. طيب سيادة اللواء، خلينا برضو نتوقف في نفس الفترة الزمنية. بالتأكيد كان في قصص كتير جدا، يعني يمكن احنا لحد النهاردة بنعرف قصص بنحكيها وحكيناها على مدار السنين اللي فاتت، وحتى الآن بنعرف قصص فداء وقصص تضحية وبطولة جديدة. في وقتها حضرتك تذكر يعني القصة، قصة تضحية أو فداء أو قصة بطولة توقفت عندها؟ يعني طبعا هو أنا بعد كده بعد ما اتخرجت على طول التحقت بقوات الصاعقة وفضلت فيها من ملازم حتى توليت قائد قوات الصاعقة حوالي 37 سنة. فبلا شك في قلب هذا المعقل من البطولات لقوات الصاعقة سواء كانت في حرب الاستنزاف أو في حرب 70 قرينا، وبعد كده عملنا ندوات وعملنا حسب بقى مراحل بقى قياداتي المختلفة. فأنا يعني توقفت الحقيقة عند حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف دي كانت الحقيقة قوات الصاعقة بذلت فيها وقامت فيها ببطولات كثيرة جدا جدا، بداية من معركة يعني توقفت عندها كثيرا وهي معركة راس العش. معركة راس العش دي أو يعني نسميها ملحمة راس العش دي كانت بعد أيام قليلة من حرب يونيو 67، تحديدا 1/7/67، يعني أيام قليلة. وكان ببساطة يعني العدو متقدم بيتقدم بقواته عشان شمالا في اتجاه مدينة الأنطار شرق عشان يستولي على هذه المدينة ويسيطر على المدخل الشمالي لقناة السويس. صدرت تعليمات لتجميع كتيبة من كتائب قوات الصاعقة في مدينة بورسعيد، وصدرت قوات لبعض الوحدات الفرعية الصغرى إنها تمنع تقدم العدو ده. وفعلا نجحت في خلال 4 أيام إنها تكبد العدو خسائر كثيرة وتمنعه من التحرك شمالا والاستيلاء على مدينة الأنطرة شرق. المعركة دي الحقيقة كانت أيقونة في هذا التوقيت. ليه؟ لأنها أولا جت في توقيت كان في حالة يعني إحباط نفسي سواء على مستوى القوات المسلحة أو على مستوى الشعب المصري، ان يبقى في عمل بطولي ينفذ بعد ايام قليله من
أحداث 67، ده عمل حالة معنوية عالية قوي قوي داخل وجدان الشعب المصري وداخل أفراد القوات المسلحة، اللي هي بنسميها إزالة آثار العدوان. يعني كانت بداية إعادة الثقة أو استعادة الثقة للمعنوية مرة ثانية. بالضبط كده، كان ليها يعني في طبعا أعمال بطولات كثيرة جدا طبعاً لقوات الصاعقة برضو. يعني لو هستكمل فضل طبعا برضو في طبعا تم بقى في 67 بقى في الحرب الاستنزاف دي الكثير من الأعمال القتالية، سواء كانت إغارات على نقاط قوية ومنع العدو من العبور وأسر قوات، طبعا كانت بتتم بطريقة فيها فدائية قوي قوي. يعني إن عناصر صغيرة أعداد بسيطة 4 5 3 2 يعبروا القناة سباحة، ثم يروحوا ويتعرضوا لدورية استطلاع للعدو ويدمروا مركبة أو يأسروا ضابط أو مقاتل من الجانب الإسرائيلي ويرجعوا بيه مأسور. دي كانت عمليات فيها حالة من الفدائية وحالة من يعني البسالة والتضحية كبيرة قوي. بعد كده كان في الحقيقة معركة مؤثرة قوي، المعارك كثيرة بقى في 73، معارك كثيرة جدا وكمائن كثيرة وإغارات كثيرة. يعني تقريبا نقدر نقول إن قوات الصاعقة كانت مكلفة بمهام محددة أو مهمة محددة. إيه هي هذه المهمة؟ إنها بتبر خلف خطوط العدو وتمنع تقدم قوات العدو واحتياطياته من العمق للتدخل في المعركة الافتتاحية للحرب، اللي هي عملية العبور واقتحام النقاط القوية وبناء رؤوس الكباري. بناء رؤوس الكباري ببساطة شديدة هو بعد ما القوات بتعبر ما ينفعش انها تبقى موجودة في العراء، فبتعمل خطوط دفاعية عشان تقدر تقابل القوات المتقدمة من العمق، تقابلها بدفاعات عشان ما يحصلش خسائر كتير. فدي معركة حساسة جدا وعملية حساسة جدا، بناء رؤوس الكباري. كانت قوات الصاعقة مكلفة انها تمنع تقدم العدو من خلال المضايق ومحاور تقدمه وتعطله أطول فترة ممكنة عشان تدي مساحة زمنية لبناء رؤوس الكباري وإنجاح عملية بناء رؤوس الكباري وعملية العبور واقتحام النقاط القوية. فطبعا يعني نجحت قوات الصاعقة الحقيقة في منع تقدم العدو على 6 محاور أو 6 مضايق. يوم 6 نجحت في قفل مضيئين، مضيق أبورديس ومضيق فيران. يوم 8 نجحت في قفل مضيئين، المطلة وغرندل. يوم 12 أكتوبر نجحت في قفل مضيقين اللي هو الرزازات وبوزنيمة. فدي كانت مهمة نجحت فيها قوات الصاعقة، طبعا بالإضافة للقوات الجوية والمدفعيات برضو عطلت تقدم العدو حتى نجحت القوات اللي عبرت انها تبني رؤوس الكباري. بتوقف ايضا عند معركة مهمة قوي قوي قوي، وانا بعتبرها يعني كانت احدى المعارك المؤثرة في العملية العسكرية ككل، وهو العملية كمين راس سدر الجبلي. كمين راس سدر الجبلي ده كان فيه لواء مدرع للعدو متقدم وهيتدخل في عملية إنشاء راس الكوبري بتاع الجيش الثالث الميداني. من ضمن المهام بتاع صاعقة إبرار قوات وخلافه، وأثناء إبرار إحدى كتائب الصاعقة بعدد طائرات تم تدخل القوات الجوية وأحدثت خسائر في عملية الإبرار دي، وبدأت القوات اللي تم إبرارها ونجحت في الإبرار بخسائرها بجرحاها بإلى آخره برضه مصرة على تنفيذ المهمة. فكان في سرية بقيادة الشهيد رفعت نقيب قاد المجموعة بتاعته ووصل إلى وادي سدر ونظم كمين في مضيق سدر الجبلي. المضيق ده المضيق نفسه بيدي حاكمية للقوات اللي بتنفذ الكمين. يعني طبيعته بتدي حاكمية،
بس عايزه استبسال وعايزه فدائيه وعايزه وعايزه وعايزه. العدو حاول يمر من هذا المضيق اعتبارا من يوم 6 اكتوبر. حاول بدات القوات بتاعه النقيب رفعت تتعامل مع هذا الكمين وتمنعه من المرور. طبعا يعني اي طبقا للتكتيكات اللي هو المدرع ده بيدفع قدامه عناصر تامين ودوريه استطلاع وخلافه، مجرد ما الدوريه تبدا تدخل في مدخل المضيق يبدا يتعامل معاها النقيب رفعت بقواته وابطاله اللي كانوا موجودين معاه. يرجعوا تاني يجيبوا طيارات تضرب في العناصر، الطبيعه الجبليه للمضيق الطيارات ما تاثرش في الناس طالما يعني استخدم الارض كويس وحصل حاله ستر كويس واختفاء كويس. يحاولوا مره تانيه مره ثالثه، كل ما في دبابه تدخل تتضرب تمثل عائق كمان في التحرك وهكذا. طبعا احدثوا خسائر كثيره جدا في هذا اللواء في الدبابات وفي المركبات والعربات المدرعه، ومنعوا هذا اللواء انه يتقدم اعتبارا من 6 اكتوبر حتى نهايه العمليات. استشهد فيها النقيب رفعت وعدد كثير من السريه بتاعته، ويعني عمل من الاعمال المؤثره على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفدائيه والبساله في تنفيذ والاصرار على التنفيذ رغم الخسائر اللي حصلت والطيران اللي اتضرب اثناء الابرار وخلافه. يعني حاله جميله وحاله فيها تضحيه وفداء. طيب سياده اللواء زي ما حضرتك ذكرت انه في تكتيكات واساليب قتال مختلفه اتبعتها القوات المسلحه في هذا التوقيت، وده اللي خلى بعد نجاح طبعا هذه الحرب وانتصارنا فيها خلى المعاهد العسكريه بتدرس هذه الحرب كمنظومه شامله من حيث التخطيط والخداع الاستراتيجي وغيره حتى عمليه النصر. وده بيحصل في الخارج، في الداخل احنا عندنا كمان بتدرس هذه الحرب، وزي ما حضرتك ذكرت عبر الزمان من اول حرب اكتوبر ولحد دلوقتي بتدرس في الكليات والمعاهد العسكريه المختلفه والاكاديميات العسكريه. تاثيرها ايه على المقاتل المصري في هذا التوقيت، على الجندي المصري، على الضابط المصري في هذا التوقيت؟ الحقيقه التاثير طبعا كان تاثير ايجابي جدا، لان يعني حرب اكتوبر بشكل عام كانت حرب نموذج وملهمه مش عندنا في الداخل بس وفي مراكز الدراسات الاستراتيجية العسكرية عندنا أو تفاعل وتعامل معها واستخلص الدروس منها القادة العسكريين والأساتذة والخبراء العسكريين، مش في الداخل بس، لا كل مراكز البحوث الاستراتيجية على مستوى العالم تعاملت مع هذا النموذج من الحرب بشكل فعال جدا. ليه؟ لأن هذه الحرب الحقيقة كانت حرب يعني نقدر نقول انها اشتملت على ثلاث مسارع عمليات مختلفة وانماط مختلفة من اعمال القتال. مسرع عمليات مائي قناة السويس واقتحامها والعبور وخلافه، ثم اعمال قتال ضد نقط محصنة وخط محصن كان يمثل اسطورة في هذا التوقيت، وهو فعلا كان صعب جدا جدا وامامه ساتر ترابي لا يصلح معه اي قصف نيراني او مدفعي او طائرات او لان ساتر ترابي يتمسك اكتر لما تضربه. نقط محصنه بشكل غير عادي تتحمل اطنان من القنابل الطائرات والمقذوفات، بين النقط مصاطب تتحرك عليها دبابات من الخلف وتطلع على المصطبه وتبدا تتعامل مع اي قوات تقتحم قناه السويس. فعمليه اقتحام قناه السويس دي في حد ذاتها نمط بيدرس وممكن تبقى عملية لوحدها خالص. ثم بعد كده اقتحام النقط القوية وهذا المانع الحصين، أعمال قتال ضد نقط قوية، ده في حد ذاته كان برضو نمط وميدان جديد التعامل مع النقط المحصنة. ثم بعد عملية اختراق هذا الخط انت بتطلع في أرض مفتوحة، يعني قتال في أرض مفتوحة ده من أصعب أنواع القتال. معارك الدبابات الشرسة اللي تمت في هذا المسرح المفتوح ده برضو نمط آخر ومسرح عمليات آخر بري مفتوح. فكل هذه العوامل خلت من حرب اكتوبر نموذج يجب أن يتفاعل معه كل مراكز البحوث على مستوى العالم. نيجي بقى على التكتيكات الصغرى اللي نفذت. هنتكلم بقى على قبل التكتيكات الصغرى نتكلم على خطة خداع استراتيجي
خطيرة جدا جدا جدا. كيف نجحت خطة الخداع أو التخطيط في خطة الخداع في إن هو يخفي عن عدو موجود على 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 مسافة عشرات الأمتار بنقط مراقبة وأجهزة مراقبة واستطلاع إلكتروني وأقمار صناعية بتاعة أمريكا بتمدهم بالمعلومات، وقوات في الجانب الآخر قواتنا كيف تخفي يوم الهجوم، كيف تخفي توقيت الهجوم؟ دي عملية في خطة خداع استراتيجي على مستوى الدولة تمت بنجاح واحترافية عالية جدا يتدرس. احنا قاعدين قدام بعض وانا اهجم وفي يوم وفي توقيت وفي ساعة محددة وانت ما تعرفش حاجة عن الكلام ده خالص، يعني كل العناصر المخابرات والمحللين السياسيين والى اخره اقروا سواء في الجانب الامريكي قالوا احنا فشلنا في تحديد توقيت الهجوم بتاع الجانب المصري، وده بقى ياخدنا الى اهم مبدا من مبادئ الحرب، وده اللي كان العامل الاساسي، مبدا المفاجاه. ده مبدا مبادئ الحرب، اذا في قوات نجحت في تحقيق المفاجاه، وطبعا تحقيق المفاجاه مش هيجي غير بخطه خداع. طبعا. نجحت في تحقيق المفاجاه يبقى كده عوامل النجاح هتستمر معاك. احنا نجحنا في تحقيق المفاجاه لان كان صعب جدا يتم هذا العمل العسكري العظيم بدون خطه خداع، والا يعني كل الدراسات بتقول اي قوات تقتحم مانع مائي بهذا الشكل خسائر لا تقل عن 80%. قولا واحدا يعني نظريات علميه وادبيات علوم عسكريه ما فيهاش يعني فصال يعني. فانك انت تنجح باقل الخسائر الممكنه نتيجه المفاجاه اللي هي كان وراها خطه الخداع الاستراتيجي، ده شيء 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 مبهر يعني. بكل تاكيد. الجانب الاخر اساليب القتال بقى زي ما انت حضرتك قلت. اساليب القتال طبعا كان في حاله وقف امامها مراكز البحوث العسكريه، ازاي عناصر المقذوفات الموجهه بتتعامل مع الدبابات؟ دي كانت حاله فريده من نوعها ونجاح رائع للقوات المشاة اللي كانت مدعمة بعناصر مقذوفات موجهة في الموجات الأولى عشان تقابل الدبابات اللي تتقدم من العمق بتاعة العدو. دي كانت ما كانش ليها اهتمام كبير قوي في نظريات العلوم العسكرية، دي أصبحت حالة تدرس كيف نجحت القوات المصرية بعناصر مقذوفات موجهة وما هياش متطورة قوي. احنا بنتكلم على أربجيه المدى بتاعه 300 متر أمام دبابة المدى بتاعها صواريخ ومدافع ورشاشات تصل حتى 4 كيلو. كيف يقابل الأربجيه اللي مداه 400 متر ولا 300 متر يقابل 4 كيلو دبابة شايفاه ورصداه من 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 4 كيلو من 4 كيلو. لكن الاستخدام التكتيكي للعناصر دي والحماس والفدائية في استخدام الأرض يحفر حفرة في وقت قياسي وحفرة برملية وينزل فيها ويختفي في هذه الحفرة حتى تتقدم الدبابة لحد ما تصل إلى المدى المؤثر للأربجي ويضربها ويفجرها 300 متر أو 400 متر بالإضافة للمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات اللي دعمت بيها عناصر المشاة في الموجات الأولى، حاجة اسمها يعني مقذوفات موجهة مداها برضو بنتكلم في 2 كيلو وعن طريق سلك بالتوجيه، عايزة مهارة عالية قوي برضو. الأطقم بتاع المقذوفات الموجهة دي اللي كانت مدعمة لما كانت بتستخدم برضو ورا ثانية أرضية ورا كدية وحشيشية ورا أو قدرة شجرية ورا حفرة في خلافه، ثم الطقم 3 أفراد يستخدموا هذا قاعدة الإطلاق دي بالمقذوف الموجه ده وينجحوا في كم خسائر في قوات المدرعة للعدو عبد العاطي وأمثاله وخلافه اللي نجحوا في تدمير أعداد ضخمة جدا في دبابات العدو.
دي كلها اساليب كانت جديده جدا جدا على نظرات العمل العسكري وادبات العمل العسكري، دي درست في المعبر. احنا بقى اللي كان اللي اشتغلوا في الحاجات دي هم اللي كانوا بيدرسوها. فبالتالي كان التأثير عظيم جدا، وكان تأثير إيجابي جدا وفي على المستوى الداخلي عندنا هنا، وخلصنا بدروس كثيرة جدا 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 من هذه إحنا والمعاهد والمراكز البحوث العسكرية الأخرى. بكل تأكيد يا فندم. طيب انطلاقا من نفس النقطة، يعني لو نظرنا لملحمة أكتوبر العظيمة زي ما حضرتك قلت، بداية من عدو يزعم أنه جيش لا يقهر، ثم خطة خداع استراتيجي كانت تتطلب وقت طويل جدا عشان نقدر ان احنا بالفعل العدو يصدق اللي هو شايفه او نخليه يصدق اللي هو شايفه، وانتقارا لخطط واستراتيجيات وتكتيكات زي ما حضرتك ذكرت. ثم يوم الحرب ده تفاصيله كتير جدا، بداية حتى من اختيار اليوم والتوقيت وما الى ذلك، مما لا شك فيه انه العالم توقف بالفعل في هذه اللحظة، مش هقول أمام الجيش المصري والخطط والتكتيكات، لكن أمام الجندي المصري. ومن وقتها بالفعل تغيرت المفاهيم القتالية الغربية، وحتى الآن بتدرس حرب أكتوبر في العالم أجمع. بس وقتها يا فندم أبرز ما توقف عنده العالم في حرب أكتوبر إيه؟ المقاتل المصري. المقاتل المصري، والمقاتل هنا يعني ضابط، قائد، ضابط صف، جندي. صحيح. المقاتل المصري إذا جاز التعبير كان المفاجأة التكتيكية الحقيقية على أرض الواقع في حرب أكتوبر. هذا المقاتل اللي وصل إلى درجة من الاحتراف عالية جدا جدا. أنا في هذا التوقيت كان أخويا ضابط احتياط في الدفاع الجوي. وكان طبعا القوات المسلحه في هذا التوقيت، ودي احد عناصر القوه وعمل النجاح وعوامل النجاح، اعتمدت بشكل كبير على المؤهلات العليا وضباط الاحتياط، واستبقت بعض الدفعات من ضباط الاحتياط لفتره تاليه والاخر. اخويا كان ضابط احتياط في الدفاع الجوي. كان يحكي لي لما ينزل اجازات يقول لي احنا وصلنا الى درجه الدفاع الجوي في هذا، هو الدفاع الجوي كان يعني البناء الصواريخ ده كان مستحدث. كان الدفاع الجوي يعتمد على المواسير، يعني المدفعيه المضاده للطائرات. المدفعيه المضاده للطائرات دي مواسير بيتربط عليها بيانات، ونقعد طلقه ايه طبقا لمسافه الطياره وطبقا لمجموعه من المعايير والمحددات معينه. الكلام ده كله موجود في جدول او في 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 في, في كراسه تدريبيه. الهدف الطائره اللي على ارتفاع قد كذا يناسبها زاويه مدفع قد كذا، يناسبها دانه طب نوعها كذا، يناسبها كذا، يناسبها كذا، يناسبها كذا، احداثيات والى اخره، عوامل فنيه. العوامل الفنيه دي عوامل معقده، يعني مش سهله. كل ده مكتوب عشان الطقم ينفذه على طول، طائره على مسافه كذا، المسؤولين يبداوا يعملوا الاحداث، يبداوا يربطوا المدفع على وهكذا. يعني أخويا كان بيحكي لي يقول لي إحنا وصلنا إلى درجة من الاحتراف لا نتعامل مع هذه الجداول ولا هذه الكراسات التدريبية، إحنا كنا حافظين طيارة ارتفاعها قد كذا، أربط كذا، اعمل كذا. وبالتالي دي عملية احترافية بتقلل وقت إطلاق الطلقة دي، لان انت لو قعدت تربط وتبص على الجدول والكلام من الكلام ده هتاخد وقت، تكون الطياره غيرت مسارها، تكون الطياره خدت ارتفاع اخر. فحاله من الاحترافيه. يحضرني برضو شيء مهم جدا في مساله التدريب والاحترافيه اللي تمت. انا كنت بعمل ماجستير بتاعي في العلوم العسكريه اللي هي اركان حرب دي، والبحث بتاعي بتاع نهايه الدوره كان عن اقتحام النقط القويه، وانا لاني ضابط صعقه فقلت هعمل لها شكل جديد من الاقتحام، اقتحام راسي بالاضافه للقوات اللي هتعبر، ويعني مزج كده يعني. فبدات اجمع المراجع فشفت كتاب بيتكلم على تنظيم عمليه العبور. بصيت في الكتاب لقيت الكتاب وكانه ما تم في العبور بالظبط. القارب شكله ايه؟ توزيع الافراد باماكنهم ايه؟
توزيع الأسلحة على الأفراد في إزاي؟ تفصيلات التفصيلات موجودة بشكل، أنا قلت طبعاً ده هذا الكتاب تم إعداده بعد الحرب. بصيت في الصفحة الأولى في الغلاف الكتاب لقيت الكتاب سنة 72، يعني هذا وتأليف الشاذلي، اللواء الشاذلي اللي كان في هذا التوقيت رئيس أركان. يعني إحنا كنا وصلنا إلى درجة من الاحتراف إن يبقى القارب الأفراد اللي فيه شكلهم إيه وتسليحهم إيه ومين قدامه ومين في الوسط ومين في الخلف وده يتناسبه إيه وده التفصيلات دي. والله أنا تخيلت إن هذه التفصيلات، إن هذا الكتاب تم تأليفه وإعداده بعد الحرب، فوجئت إنه سنة 72 من تأليف الشاذلي. فده مثال على حالة الاحترافية اللي وصلت ليها، الاحترافية والجاهزية طبعا يا فندم، والجاهزية والاستعداد القتالي اللي كان على أعلى مستوى اللي تم. صحيح. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا مرة تانية، وكل سنة حضرتك طيب. اللواء أركان حرب الدكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، شكرا جزيلا يا فندم. أنا اللي بشكركم، ويعني كل التهنئة ليكم ولأسرة البرنامج وللشعب المصري والقوات المسلحة المصرية. شكرا لحضرتك.